تقرأ القرآن، انوي عبد الله بما كتب الله لك من فضائل قراءة القرآن، وليس مجرد المرور على الآيات والسور، انوي أن تحرك به قلبك، أن تتدبر معناه، انوي أن يلين به فؤادك وأن تدر به دمعتك، انوي بالقرآن أن يشرح الله صدرك وأن يرفع قدرك، انوي بالقرآن أن تنزل منازل الأبرار وأن تتبوأ المرتبة الكريمة. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ألا فإن من أعظم العدة التي يتجهز لها المتسابقون في رمضان نيات القلوب، وما أعظمها عند الله وما أيسرها تكلفة على العباد، ما أيسرها، لكنها أعظم ما تكون. النية نيتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة فهو أن تصوم رمضان بنية أداء الفرض وإبراء الذمة وأداء ما كتب الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. تصوم إيمانا بأن الله أوجب الصيام واحتسابا بابتغاء الأجر من أكرم الأكرمين. تصوم رمضان وأنت تنوي أداء ما افترض الله عليه، هذه نية واجبة. وفي الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فنصوم رمضان بهذه النية الواجبة. ولهذا فمن الفقهاء من قال: نية من أول الشهر تجزيه عن آخره. ومنهم من قال: يجدد نية كل ليلة، إذا تسحر أو شرب ماء أو أكل تمرة ينوي صيام اليوم التالي لتكون محققة لأداء الفرض بصوم كل يوم من رمضان. هذه النية الأولى وهي الواجبة. أما الأخرى فالنية المستحبة: نويت أن أصوم رمضان والحمد لله، سأؤدي الواجب بنية تبرأ بها الذمة، لكن تحت ذلك من المراتب درجات من النيات يفوز بها من أخذ بها، وينالها من قصدها، ويفوز بأجرها من اتجه إليها. والحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وليس لك عبد الله إلا ما نويت. إن نويت أن تصوم فقط لتؤدي الواجب وتبرئ الذمة فلك ما نويت، وآخر نوى ذلك ونوى الكمالات من الأجر والفضائل التي أعد الله في الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إنوي عبد الله بكل يوم أن يباعدك الله عن النار 70 سنة. إنوي عبد الله أنك تكون محبوبا عند الله. قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكلما صمت يوما ونويت الفضائل والدرجات العلى والمكارم التي كتبها الله للصائمين وأهل هذه العبادة نالها من قصدها. وقل مثل ذلك في سائر أعمالك في هذا الشهر يا عبد الله: تقوم رمضان مع القائمين، صليت خلف إمامك في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، انوي قيام ليل تفوز به بأجر وعد به النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا نويت ذلك نلت ما عند الله، ومن قام إيمانا واحتسابا نال مغفرة ما تقدم من ذنوبه. تقرأ القرآن، انوي عبد الله بما كتب الله لك من فضائل قراءة القرآن، وليس مجرد المرور على الآيات والسور، انوي أن تحرك به قلبك، أن تتدبر معناه، انوي أن يلين به فؤادك وأن تدر به دمعتك، انوي بالقرآن أن يشرح الله صدرك وأن يرفع قدرك، انوي بالقرآن أن تنزل منازل الأبرار وأن تتبوأ المرتبة الكريمة. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. انوي بالصيام وبالقرآن أن تحوز شفاعة تحتاجها غدا يوم الزحام. الصيام والقرآن يشفعان للعبد كما قال عليه الصلاة والسلام. استجمع من الشفاعات ما ستحتاجه غدا بين يدي الله عز وجل.
انوي في صيامك وقيامك وقراءتك للقرآن، انوي في ريال تصدقت به، في تمرة ناولتها صائما تفطره، انوي بكل حسنة، بكل خطوة تمشيها إلى المسجد، بكل دقيقة تمكثها منتظرا بين الصلاة إلى الصلاة، انوي، انوي الأجور والحسنات والخيرات ليعظم أجرك عند من لا يخيب ولا يحرم ولا يرد عبدا مقبلا على طاعته. إي والله، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.